طب تصاعد. عايزة حضرتك من فضلك تشرح لنا موضوع الحيز العمراني ده تمام. برضه هنشتغل عليه ازاي عشان دي نقطة مهمة جدا. لا حضرتك معاك حق 1000%. احنا عندنا الحيز العمراني فيه مشكلة كبيرة. الأحوزة العمرانية لم تعتمد من خلال برضه المحليات اللي هي المحافظة، لأن احنا الحيز العمراني بيعتمد أو بيتم تخطيطه ويجي بعد كده هون أو يتم وضعه عن طريق التخطيط العمراني التي لم تقصر فيه، ومع الأسف هو موجود الحيز العمراني لكافة محافظات مصر. نبتدي ننزل بقى إلى المحليات. دور المحليات إنها تعمل حيز مخطط تفصيلي للحيز العمراني. ده مش دور هيئة التخطيط العمراني، ده دور المحليات ودور المحافظة. هل أنا عندي تشابك في النقطة دي يا فندم؟ حاليا قبل ما نعدل عندي تشابك هو في النقطة مش دي؟ المفروض إن في تشابك، ولكن أنا عندي بس واقعيا لا، هو واقعيا ما فيش تشابك. لا أنا ما عنديش الكفاءة اللي تعمل التخطيط المخطط التفصيلي داخل المحليات. ليه يا فندم؟ أنا عندي أفضل مهندسين في مصر حقيقي، بس مش في المحليات يا فندم. يعني الناس اللي في المحليات على الرغم ان هم فعلا فيهم كفاءات، بس هو حضرتك النهارده ما تجيش تقولي النهارده مدير اداره التخطيط العمراني الموجود في المحافظه هو مهندس واحد. مستحيل باي حال من الاحوال هيلحق يعمل يعني كل الشغل ده. مش هيلحق يا فندم، مش التركيز. لا يا فندم مش هيلحق، ما يقدرش، ما ينفعش. ده تيم وارك. انت بتتكلمي النهارده على مكتب استشاري فيه 20 25 30 مهندس عشان يعملوا هذا العمل. طب انت بتتكلمي على مهندس مدير اداره معاه 2 مهندسين واوريدي عندهم كم اداري وكم من المخالفات مهول. طب هيتفرج ليه ولا ايه؟ وبينزلوا يعينوا مواقع كمان. بينزلوا يعينوا مواقع، وبينزل ده وينزل اجتماعات مع المحافظ، وبينزل اجتماعات مع الاداره بتاعته، وبينزل اجتماعات مع هيئه التخطيط العمراني اللي هي تابعه لوزاره الاسكان، بينزل مع مركز البحوث، بينزل مع جهاز التفتيش الفني. لا برضه خلينا نتكلم بما يرضي الله. الامور النهارده حضرتك احنا عارف حضرتك غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع. طب دول هنتعامل معاهم ازاي يا فندم؟ هنعود تاني للعمل مع المحليات النهارده بقى. ما هو ده بقى قانون المحليات الجديد اللي هو برضو احنا منتظرينه ان شاء الله. ويبتدي ننزل للا مركزيه، نقول ان احنا النهارده يبقى كل محافظه بتصرف على نفسها. يبتدي المحافظ او يبتدي الجهه الاداريه تتعاقد مع مكاتب استشاريه متخصصه. ده دورها وده شغلها. دورها وشغلها هنا هو علشان اقدر اطلع منتج، حتى منتج راقي، منتج النهارده موجود على يبقى يليق بمستوى البلد اللي احنا المفروض ان احنا بنسكنها والبلد اللي احنا امناء عليها. ايه المشاكل اللي ممكن تقابلكم في عند ان شاء الله لما يخلص القانون، عند تطبيق هذا القانون تصالح مع المخالفات؟ والسؤال الثاني يمكن مش نفس الموضوع، بس يعني انا مثلا موضوع ماسبيرو، مثلث ماسبيرو، أيوه. الدوله قعدت كام سنه تخطط وتقنع الناس وتتواصل معاهم وتعمل حوارات مجتمعيه والمسؤولين يطلعوا في الاعلام يشرحوا الناس دي لما هتتنقل هتعمل 1 2 3 والدوله مش هتسيبهم، وده مثلث ماسبيرو. فلما اتكلم بقى على مساحات اكبر من كده بكتير وناس اكتر من كده، انا هتعامل ازاي مع ده يا فندم؟ لا مثلث ماسبيرو حضرتك وضعه مختلف. مثلث ماسبيرو مشروع قديم، ولكن عند انا بدي مثل يعني بس. ما هو ما قبلش مع احترامي لان هو حضرتك عفوا يعني خلينا نتكلم عن مثلث ماسبيرو وننتقل منه للمثل اللي سعادتك بتتكلمي عليه. اتفضل. مثلث ماسبيرو مشروع قومي. مثلث ماسبيرو كان موضوع قديم المفروض ان هو مخطط ومخطط من زمن، ولكن الحمد لله ان الاراده السياسيه مع قوه وهيبه الدوله طبقته ونفذته. لان احنا لو النهارده حضرتك هو المحاكي كله هيبه الدوله. اللي بيخالف بيخالف عشان ما فيش حد، عشان ما فيش ثواب وعقاب. اللي بيخالف عشان بيقدر ان هو سوري يدفع. من امن العقاب اساء الادب. اساء الادب مع الاسف. النهارده حضرتك لما بتروحي اوروبا على الرغم من ان كل مواطن بيلتزم باشاره المرور، لان هو عارف ان هو لو كسر اشاره المرور هيخسر كتير. سواء يخسر ماده او يخسر صاحب رخصه او او او. يبقى احنا بنتكلم النهارده هم مش ملائكه واحنا شياطين، لا هو الطبيعه البشريه هي في كل مكان. لكن تطبيق القانون حضرتك عندنا اللي هو هيبه الدوله اللي هو الحمد لله النهارده يعني من 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 بدايه فتره سياده الرئيس اللي هو اصر ان هو يرجع هيبه الدوله. هيبه الدوله النهارده لما ترجع مؤسسات الدوله مؤسسات الدوله ذات الهيبه. صحيح. ما احنا عندنا محافظه وحي و و و وفي مخالفات بعد ما كنا في مرحله ما محكمتنا الدستوريه العليا بتحاصر وبعد المهازل اللي كنا شفناها وعشناها والحمد لله وربنا كشف الغمه. فعاوزين النهارده نقول لا احنا في دوله، الدوله بتحترم نفسها، دوله بتحترم ابنائها، ابنائها بيحترموها. صحيح. بالقانون بالقانون. والقانون النهارده حضرتك عفوا يعني الصالح هو اللي هيمشي بالقانون، انما الفاسد والطالح بقى هو ده اللي مش عاوز الاستقرار، وهو ده اللي مش عاوز ان يبقى في دوله ويبقى في التزام بالقانون. وده اعتقد ان هو مبدا هيبقى ملفوظ مننا في الايام اللي جايه. طيب قبل ما